التاسعة إلى ربع موعد المسائية على القناة الثانية، والمستهل كالعادة بالعناوين. بعد 15 شهراً من الأشغال تم اليوم افتتاح جسر شارع محمد السادس أمام حركة المرور من أجل السماح بتدفق حركة السير نحو أكبر قطب مالي بالعاصمة الاقتصادية. ونسبة التضخم بالمملكة من المتوقع أن تصل خلال السنة الجارية إلى نحو 5.5% في المتوسط، وذلك بحسب توقعات لبنك المغرب. واشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية احتجاجا على القانون قانون التقاعد الذي أقره أمس البرلمان الفرنسي. والشاعرة والأديبة فاطمة بوهراكا عضو اتحاد كتاب المغرب ضيف الركن الثقافي لمسائية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشعر. أهلا بكم. غدا بحول الله ستتم ببلادنا عملية مراقبة هلال شهر رمضان الفضيل لعام 1444. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أهابت في بلاغ لها بالقضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال. وغرة الشهر الفضيل بعدد من الدول العربية ستكون بعد غد الخميس بإذن الله الموافق ل23 من مارس، وهكذا أعلنت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان الفضيل. فلسطين والكويت ومصر وتونس وعدد من مسلمي أوروبا كذلك أعلنوا الخميس فاتح الشهر الفضيل. بعد 15 شهرا من الأشغال تم اليوم افتتاح جسر شارع محمد السادس أمام حركة المرور من أجل السماح بتدفق حركة السير نحو أكبر قطب مالي بالعاصمة الاقتصادية وخلق انسيابية في شبكة النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء. الطول الإجمالي لهذا الجسر يمتد على أكثر من كيلومتر ويوفر مسارات مرور مزدوجة. عبد الفتاح مؤمن. بعد أزيد من سنة من الأشغال أمكن لساكنة البيضاء استعمال أكبر جسر مروري بالمغرب بطول يتجاوز الكيلومتر وبعرض يفوق 16 مترا سيمكن من مرور 4 سيارات، 2 ذهابا ومثلهما إيابا. الجسر المشيد على تراب شارع محمد السادس طريق مديون سابقا سيمكن من فك العزلة على أحياء وشوارع تعرف اكتظاظا كبيرا نحو وسط المدينة من جهة ونحو مديون وبرشيد من جهة أخرى. كاينين 3 ديال الشوارع اللي كيكبوا في هذا القنت هذا، وكانت كتحبس الدنيا كلها. دابا ان شاء الله باللي غادي تحل هذيك القنطره من شارع الطاح حتى الديور ديال توزاني، ما غادي يبقى لا ضوء، 3 ديال ولا 4 ولا 5 ديال الضوء حمرين اللي غادي يحيدوا. تسال على الناس اللي غيدوزوا من الفوق، ما يبقاش عندنا حنا المشكل باش فهمتي، باش اللي جايين من الدروه برشيد 16 غيمشيو ينزلوا ديريكت. هذا الجسر تم انجازه فوق 16 اعمده بشكل معماري متميز، تمت اضافه الاناره ليلا ليعطي جماليه للمنطقه. هذا الجسر تم انجازه بشكل متميز في مده لا تتجاوز 12 شهرا من طرف شركه وكفاءات واطر وعمال مغربيين 100%. أما على مستوى أسفل الجسر العلوي هناك جسر تبادل كبير للمواصلات سيمر عبره الخط الثالث للترامواي والخط الأول للباسواي وموقف لسيارة الأجرة إلى جانب مساعدة في انسيابية المرور. الجسر غادي يكون قطب ديال الترونسبور كبير، هو اكبر واحد في مدينه الدار البيضاء اللي غادي يكون تحته الترامواي والبسواي، جوج ديال المحطات، واحد محطه ديال الترامواي وواحد محطه ديال البسواي، كذلك محطه ديال الطاكسيات الكبرى والطاكسيات الصغرى. الجسر المشيد اليوم يدخل ضمن مشاريع بناء الجسور بالدار البيضاء، مشروع يدخل ضمن استراتيجية تنويع النقل الجماعي بالعاصمة الاقتصادية لمواجهة الاكتظاظ عبر 4 خطوط للترامواي وخطين للباسواي ومئات الحافلات الجديدة. ونسبة التضخم بالمملكة من المتوقع أن تصل خلال السنة الجارية إلى 5.5% في المتوسط بحسب توقعات جديدة لبنك المغرب، قبل أن تنخفض إلى نحو 2.3% السنة المقبلة. جيهان دبلالي.
عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 23 و2000 يتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط وسيصل خلال هذه السنة إلى 5.5% فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2% بمراجعة نحو الارتفاع بواقع نقطتين مئويتين مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية. وكانت نسبة التضخم قد بلغت ذروتها حيث وصلت إلى 6.6% سنة 2022 وهي بذلك أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992. المصدر ذاته أوضح أن هذه التوقعات تفترض تلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن. بالمنطقة الصناعية ولاد صالح ببوسكورة نواحي البيضاء أشرف رئيس الحكومة اليوم على تدشين المصنع الذكي سمارت فاكتوري الذي يعد أول مصنع أدوية من صنف كات بوان زيغو في إفريقيا. المصنع الجديد الذي يعد ثمرة تعاون وثيق بين الخبرة المغربية والأجنبية في مجال صناعة الأدوية شيد على مساحة تزيد على 12,000 متر مربع وتطلب إحداثه استثمارا إجماليا يزيد عن 300 مليون درهم. إيمان ورقة. وحدة صناعية جديدة مرقمنة بالكامل لصناعة الأدوية ستمكن مجموعة فارما 5 من مضاعفة طاقتها الإنتاجية 5 مرات والمشاركة بفعالية في الورش الطموح لتعميم التأمين الصحي الإجباري. الجائحة علمتنا أننا خصنا نبدا نعتمدوا على نفسنا ونحققوا واحد السيادة صحية وسيادة دوائية، وهذا المشروع هذا داخل في هذا التوجه. هذا اليوم خصنا احنا كدولة، كان السيد رئيس الحكومة شرف على هذه الزيارة هذه، نشجعوا الصناعة الدوائية. باستثمار إجمالي يقدر ب 300 مليون درهم دشنت هذه الوحدة الصناعية على مساحة 12,000 متر مربع لتعزيز التعاون الوثيق بين الخبرة المغربية والدولية في صناعة الأدوية مع المساهمة في خلق حوالي 300 منصب شغل مباشر. كان علينا الشروع في هذه الثورة الصناعية من الجيل الرابع من خلال إطلاق هذا المصنع الذكي، وهو مصنع رقمي بالكامل مع بيئة ومعدات مترابطة بالكامل لضمان تتبع أفضل وآمن للمرضى مع اكتساب قدرة تنافسية. كانت تدشين مناسبة كذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم بين فارما 5 ووزارة الصحة بشأن إنشاء وحدات جديدة للحقن والتكنولوجيا الحيوية باستثمار بقيمة 300 مليون درهم. خارج الحدود وعقب اعتماد البرلمان الفرنسي مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، اندلعت بعدة مدن اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية وسط استمرار الاحتقان والمظاهرات التي تملأ شوارع البلاد احتجاجا على القانون الذي تم تمريره أمس والقاضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما. خالد نجدي. يبدو أن المعركة الهادفة إلى إسقاط قانون التقاعد لم تنتهي رغم فشل أحزاب المعارضة في حجب اتقان حكومة إليزابيث بورن، وانتقلت المعركة السياسية مرة أخرى إلى الشارع حيث نظم عمال وطلبة ونقابات وأحزاب المعارضة يوما احتجاجيا للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحثه على سحب القانون المثير للجدل. يتعين على الرئيس الانصات للشعب لاستئناف حوار اجتماعي حقيقي، فليست لديه أغلبية ولتمرير القانون لجأ إلى المادة 49.3. اللاءات الرافضة لم يرفعها المحتجون في وجه قانون التقاعد الجديد فحسب، بل أيضا في وجه اعتقال الشرطة الفرنسية لعشرات المتظاهرين في أنحاء البلاد، حيث نظموا العديد من الوقفات أمام مخافر الشرطة. داخل هذا المركز الخاص بالشرطة تم احتجاز 12 امرأة ولا يتابعن بأفعال جنائية خطيرة، لكن احتجازهن طيلة الليلة الماضية ولساعات أخرى أمر مؤلم وصادم. أما رئيسة الوزراء التي نجت من مذكرتي حجب تقاء فنفت حدوث تجاوزات معلنة تضامنها مع قوات الأمن.
لا تملكون عبارات منددة بأعمال العنف، في المقابل تواصلون بلا هوادة هجومكم المنظم ضد المؤسسات الجمهورية ومؤاخذاتكم على رجال الشرطة والدرك. المعركة السياسية انتقلت أيضا إلى المجلس الدستوري بعد أن قررت الحكومة وكذلك المعارضة اللجوء إليه للنظر في شرعية قانون التقاعد الجديد، وهو ما يكني على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكثير من الشد والجذب وطرح خيارات وإجراء اتصالات لعلها تنجح في إيجاد مخرج لأزمة سياسية ومؤسساتية تتخبط فيها فرنسا منذ بداية العام الجاري. أباقي الأنباء الدولية نوردها مختصرة عبر محطات في جولة يقودنا فيها حمزة إيت مسعود إلى كل من روسيا، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو. فلاديمير بوتين يهدد برد بلاده في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المستنفد، وذلك ردا على تصريحات أنابيل جولدي مساعدة وزير الدفاع البريطاني. الرئيس الروسي قال أن بلاده تستهدف المواجهة في حال حدوث تصعيد بالسلاح النووي. أزيد من 550 شخصاً اعتقلتهم سلطات جنوب إفريقيا في المظاهرات التي تعيشها البلاد والتي تدعو إلى استقالة الرئيس سيريل رامافوزا بسبب الاقتصاد المتدهور وأزمة الطاقة. هيئة العمليات والاستخبارات الوطنية المشتركة قالت إن الاعتقالات جاءت بسبب العنف العام والترهيب وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية والسرقة ومحاولة النهب. 11 مدنياً بينهم 5 من المتعاونين مع الجيش قتلوا في هجمات عدة شنها مسلحون إرهابيون في وسط شرق بوركينا فاسو وشرقها. الحادث يأتي بعد أقل من 24 ساعة على حادث تفجير أودى بحياة 4 نساء. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع فيها بعد قليل. اليوم يخلد العالم، اليوم الأممي للأشخاص ذوي التثلث الصبغي 21. نناقش الموضوع رفقة ضيفنا نجيب عمور رئيس جمعية مساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي. وآليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود موضوع دورة تكوينية نظمتها رئاسة النيابة العامة. إذن كما أسلفت، اليوم يخلد العالم، اليوم الأممي للأشخاص ذوي التثلث الصبغي 21. في غياب إحصاءات رسمية، الجمعيات المهتمة تطالب بإدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة بالنظر إلى القدرات التي يتوفرون عليها. الصورة من الرباط في روبورتاج جادة بردان وهشام السني. ذاك عثمان العشريني، هذه لمساته بين عوالمه الخضراء وعشبه المجدب بعناية، نال ثقة إحدى الشركات متجاوزان الإعاقة. سنت معهم كونترا طوالية قروية سافي وخذت الشهادة، شهادة ديال الدب مدير الفلاحة، وكندير داك الشي كلشي، وعاد سالينا ودخلنا نخدمو. لقينا عنده موهبة في الجاردناج وخدمنا معاه الجاردناج هذه مدة ديال 6 سنين، ودار من بعد انه دار الفورماسيون بروفيسيونيل في سنتر محمد السادس وخد الدبلوم. ترك بزته الخضراء جانبا وراح ينصت عثمان لورشة تشجع الآباء والأمهات على دفع أبنائهم ممن ابتلي بالتثلث الصبغي نحو سوق الشغل، يجدون في عثمان سندا معنويا. فضل الله وفضل لابسات هي اللي وكباته ووصلته لهذا المستوى. دابا الحمد لله راه بدا الخدمه ديالو وانتم شفتوا على عينيكم. زعما الحمد لله استفدنا منهم بزاف د الحوايج ومنهم تعلمنا بزاف د الحوايج. تماما كما اظهرت هذه الورده اظهر عثمان. دخل سوق الشغل من بابها الواسع، لكم يقول يحتاج اقرانه للرعايه للاظهار كما اظهر. ولمزيد مناقشة حول الموضوع من مكتبنا بالرباط ينضم إلينا مباشرة نجيب عمور رئيس جمعية مساندة الأطفال ذوي التثلث الصبغي. مرحبا بكم سيدي وشكرا لكم على تلبيس دعوة المسائية. إذن حسب الأرقام ديال منظمة الصحة العالمية، هذا العدد ديال هاد الأشخاص المصابين وهذه المتلازمة ديال داون أو التثلث الصبغي
في العالم كيتقدر العدد ديالهم بنحو واحد في الألف. بلادنا واش كاينه شي ارقام رسميه بخصوص هذه الفئه؟ واليوم استاذ نجيب واش استطاع العلم الحديث فك الشفره ديال هذا المرض هذا، وشنو هي الاسباب ربما اللي كتؤدي له؟ احنا تنعتبروه اختلاف، ما كنهضروش ما تنستعملوش هذا المصطلح ديال مرض. اللي يمكن لي نجاوبك على هذا السؤال، هو كل ازدياد عندنا تيكون واحد في 600. كاينه واحد الديمقراطيه بالنسبه لهذا الاختلاف، اذ ان جميع الطبقات الاجتماعيه كيف ما كانت عندها هذا المشكل ديال هذه الاعاقه اللي كتبان في 1600. المشكل في هذا طرح هذا المشكل ديال الاعاقه في هذا اليوم هذا، هو السؤال اللي تيفرض نفسه، واش ملي تنمدوا يدينا حنايا المعاقين للاشخاص المختلفين، واش باش تنردوا لهم، واش ماشي حتى المصلحه ديال المجتمع في هذا التضامن اللي تنوريوه بالنسبه لهاد الناس؟ لان المشكل هو ان المجتمع العالمي كيف ما كان تيعيش تحت الديكتاتوريه ديال الصوره، إذ أن الإنسان خصو يكون جميل، خصو يكون عنده المادة المهمة والمادة التافهة، إذن خصو يكون فعال في جميع الميادين، وهذا الشيء تبعدنا من الإنسانية. فنهار في حال هذا اليوم هذا خصنا نتفكروا بأن الإنسانية شيء مهم، وهذا التضامن اللي تنبينه بالنسبة لهذ الأشخاص اللي تكون حنا بالنسبة لنا على طول العام التضامن، في التالي ترجع بخير على المجتمع ديالنا، وهادو مشاكل مهمه خصنا نطرحوهم. نعم استاذ نجيب، بزاف ديال الحوايج حنا الهدف ديالنا طبعا. نعم هذا سؤالي لحكم انتم كجمعيه كترافع على القضايا ديال هذا الفئه، فعلا سميتوها الفئه المختلفه ماشي فئه ذوي الاعاقه كيف ما كينسمى، انا يعني ربما نسميهم ذوي الهمم لان فعلا فيهم مميزات كثيره، وفئه كبيره منهم كيف ما شفنا في الروبورتاج قادرين انهم يندمجوا في المجتمع. فشنو هي اهم المطالب اليوم استاذ نجيب اللي كترافعوا بشانها بخصوص ادماج وضمان يعني عيش كريم لهذه الفئه من المجتمع اللي ربما مختلفه على علينا ولكن كذلك عندها ما يميزها؟ احنا تنطلبوا بعداك القانون يطبق، لان عندنا الدستور تيضمن الحقوق ديال هذا الاشخاص، لا بالنسبه للعمل وبالتضمين. التضمين هو الانكلوزيون، يعني خص المجتمع يدير داك ليفور، داك المجهود، داك الكفايات المجهود، باش هاد الناس هادو يلقاو المحلات فين يخدموا، وداك المحلات يكونوا ضابطين بالنسبه ليهم، ماشي هما اللي خصهم يديروا واحد العمل تيفوق. سي عمور شرتي المصطلح ربما، لان اليوم فعلا عندنا تحدي ديال حتى المصطلحات، شرتوا المصطلح التضمين عوض الادماج اللي ربما هو السائد في المجتمع، شنو كتقصدوا بالتضمين؟ التضمين هو المجتمع هو اللي تيدير هذا الجهد باش يقرب وباش يسهل سميتو العمل والادماج ديال هاد الاشخاص المعاقين. هذه بعد سنوات كانوا تيقولوا الادماج، يعني خص ذاك الشخص المعاق هو اللي خصنا نوجدوه باش هو يمكن له يدخل المجتمع العادي، يعني المجتمع خصنا نخليوه على طبيعته ما نحركوش، وذاك الشخص المختلف هو اللي خصو يدير ذاك المجهود الجبار باش يمكن له يدخل. انا نعطيك واحد المثال قريب، بحال دابا شخص معوق غادي يدخل واحد المعمل تيصنع البياسات بحال دابا ديال الطوموبيلات، فاطمه نطلبوا له بحال شخص عادي يصوب لنا 30 بياسه في النهار، خصنا نقولوا يدير لنا غير خمسه ونكتفيو بهذا القدر، وغادي نكونوا حنا درنا التضمين ديالو. التضمين ديالو ضمنا له يعني واحد حقوق في الشغل، وضمنا له كذلك عيش كريم،
وفعلا هذه هي اهم ربما المطالب اللي يمكن كيطالبوا بها هذه الفئه او كتطالبوا بها انتم كذلك كمجتمع مدني. شكرا جزيلا لكم السيد نجيب عمور رئيس جمعيه مسانده الاشخاص ذوي التلوث الصبغي. نختم بها باختصار السي نجيب الله يطول عمرك. تفضل. كلمة هي ديال الشوفة اللي تعانيوا منها الشوفة النظر ديال المجتمع خصو يتبدل بالنسبة للأشخاص. هذا مهم لأن تعانيوا بزاف العائلات بهاد الشوفة الناقصة. وغادي نزيد هي كلمة واحدة، تتصوروا بأنه الأشخاص اللي عندهم أطفال معاقين خصهم تفكروا في الوقت اللي ما غاديش يكونوا في هذه الدنيا هذه شكون اللي غيتكلف لهم بالاطفال ديالهم. هادو تساؤلات. رساله بالغه، اتمنى ان تصل هذه الرساله للناس اللي كيشوفونا فعلا، لان الصوره مهمه وهذا التنمر اللي ربما ولا في المجتمع يجب ان يقف. شكرا جزيلا لكم السي نجيب، وكل عام وذوي الهمم بالف خير. بشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، نظمت وزارة العدل لقاء لإطلاق الدليل العملي الاسترشادي حول واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ريبورتاج نادي أحتا ومصطفى السعدوني. مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشؤون القانونية ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالوقاية من التعذيب ومناهضته. وفي هذا الإطار تم إطلاق الدليل العملي حول واجبات مناهضة التعذيب أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وضعنا مع المنظمة الدنماركية دينيتي هذا الكتاب، وسنسهر على إعماله في جميع المؤسسات العدالة وفي كل لدى كل السلطات إنفاذ القانون في المغرب للرفع من مستوى احترام حقوق الإنسان والحريات في داخل هذه المؤسسات. بعد توقيعنا لهذه الاتفاقية سنتمكن من العمل بهذا الدليل وتطبيقه في مراكز الشرطة والسجون وداخل مكاتب الوكلاء. دوليا يتطلع المغرب بدور الريادة في مجال مناهضة التعذيب، حيث بادرت المملكة إلى جانب مجموعة من الدول إلى إطلاق مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب بهدف تعزيز الممارسة الكفيلة بتقليص أخطار التعرض للتعذيب. هذه المبادرة تندرج ضمن برنامج الشراكة الدنماركية مع الدول العربية. نحن بصدد إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج بهدف دعم جهود المغرب في هذا المجال. القواعد الوطنية المعروضة ضمن الدليل ستسمح بإعطاء نظرة شاملة حول المقتضيات التشريعية الوطنية، كما يستعرض إشكاليات مثل ضمانات الحماية من الإخضاع للتعذيب أثناء سير مساطر تسليم المجرمين ومساطر الطعن المتاحة لضحايا هذا الفعل. وآلية التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود موضوع دورة تكوينية نظمتها اليوم رئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك في إطار برنامج التوأمة الذي يجمعها بنظيرتها الإسبانية بدعم من الاتحاد الأوروبي. مريم أملال وأسامة غرام. بين رئاسة النيابة العامة لبلادنا ونظيرتها الإسبانية برنامج توأمة لتعزيز قدرات المؤسسة القضائية وتحسين أدائها، من أولى ثمار هذه الشراكة دورة تكوينية عقدت اليوم بالرباط لمواصلة تقريب القضاة من آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود. التوأمة تركز على تعزيز مساهمة المؤسسات القضائية في تبادل التجارب الفضلى بما يمكنه أن يدعم المغرب في تحقيق المزيد من النجاعة لتحسين أداء النظام القضائي. فضاء للنقاش هو مناسبة للتعرف على بعض الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المجال الجنائي ودوره في ترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب، خاصة في تعقب ومصادرة عائدات الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وكذا الجرائم السيبرانية. هي ندوة تروم كذلك إلى دعم الممارسات الفضلى في بعض التجارب المقارنة في التعامل مع مساطر تسليم المجرمين، مع الإنابات القضائية وغيره من المساطر، كما قلت بهدف واحد هو الحد من الجريمة. هم إذن أزيد من 100 مستفيد، أغلبهم من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وكذا التحقيق، إلى جانب خبراء إسبان في مجال التعاون القضائي الدولي. على مدى يومين سينكبون على مناقشة الإشكالات المرتبطة بآليات التعاون القضائي. في 21 من مارس من كل عام تحتفل دول المعمور باليوم العالمي للشعر،
هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية للشعوب، وإرث لا مادي يؤرخ لحضارات الأمم وتاريخها. منذ 99 1000 تم اعتماد هذا اليوم من قبل المؤتمر العام لليونسكو بهدف دعم التنوع اللغوي ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصا أكثر لاستخدامها في التعبير. وبهذه المناسبة وفي شهر مارس اخترنا أن نستضيف شاعرة وأديبة بصمت على مسار مميز، هي فاطمة بهركة من مواليد مدينة فاس، عضو اتحاد كتاب المغرب، ولها مساهمات شعرية ونثرية أغنت الخزينة الأدبية المغربية والعربية، على رأسها هذه الموسوعة التي بين يدي، الموسوعة الكبرى للشعراء العرب والتي شملت 2000 شاعر وشاعرة. والسيدة فاطمة بهركة ضيف الركن الثقافي لمسائية اليوم. بداية، موسوعة تبارك الله يعني ذات حجم ووزن ثقيل، فتبارك الله 2000 شاعر وشاعرة. كيف جاءتك فكرة هذه الموسوعة وغيرها من المؤلفات؟ أرى أمامي ما شاء الله يعني عدد غزير من الكتب والموسوعات في الشعر الفصيح، في رواد الشعر. كيف استهواك هذا المجال، مجال الشعر ومجال رواده؟ بداية أتقدم بالشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول أيضا لبيت الشعر بالمغرب الذي أسس هذه العادة الجميلة جدا من خلال الاحتفاء باليوم العالمي للشعر. كما تعلمون أن مجال التوثيق الشعري هو مجال صعب جدا، ويعني كانت هناك قلة قليلة من تشتغل على هذا المجال الذي يحتاج إلى نوع من التضحيات الشخصية. ففكرت بعد يعني مسار حوالي 30 سنة في مجال الشعر ومجال الثقافة والعمل الجمعوي، فكرت أن أشتغل يعني خدمة لبقية زملاء الشعراء من خلال التوثيق لهم. وانطلقت الفكرة بشكل حقيقي وواقعي منذ عام 2007 إلى عام 2016 ليكون هذا المولود الأول الذي شمل بين دفتيه 2000 شاعر وشاعرة من العالم العربي. ثم بعد ذلك جاءت مجموعة من الموسوعات، إلى أن جاءت موسوعة الشعر العراقي كما ترون الآن. تقع في 3 أجزاء هذه الموسوعة. نعم، 3 أجزاء، وتضم 1305 من شعراء العراق بين سنوات 1932 إلى 2022. وحاليا أشتغل على كتاب موسوعة الشعر المغربي بين الفصيح بين 1953-2023، جدوى عطاء متجددة منذ ثورة الملك والشعب إلى عهد الملك محمد السادس. كيف ترين أستاذة فاطمة اليوم قيمة الشعر بيننا؟ حاليا لا أخفيك سرا أن المجال الشعري ربما أصبح مجالا ترفيهيا أكثر منه مجال يعني عملي ومجال يقدم خدمة للشعوب وتثقيفها وما إلى ذلك. والكارثة الكبرى هو أن الشاعر نفسه يساهم في نشر هذه الثقافة، ثقافة حب الذات، ثقافة الاعتلاء في بعض المرات أو ربما الأنانية. الشعر بمفهومه الحقيقي هو توجيه رسالة سامية للمجتمع، لكن مع الأسف الشديد من خلال اشتغالي واحتكاكي المباشر مع عدد كبير من شعراء الأمة العربية، نجد أن الشاعر اليوم يتخلى عن هذه القيادة وعن هذه اليوم. إلى جانب هذا الإشكال الذاتي، إذا شئنا القول، هناك كذلك إكراهات موضوعية. اليوم هناك نزوح نحو الاستهلاك، استهلاك السريع، استهلاك التفاهة للأسف. نعم. في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، هل للشعر مكان في هذه الوسائط الحديثة اليوم؟ الشعر يعني كان ولا زال لديه هذه المكانة ولديه هذا البريق، ولكن الإشكال هو أين هي الرسالة؟ أما الوجود فهو موجود، يعني لا يمكننا أن نتحدث عن غياب الشعر، هو موجود وبكثرة. وربما مع انفتاح التكنولوجي أصبحت الوجود الشعر بشكل كبير جدا، أو الشعراء بشكل كبير جدا، يعني أكثر من الحقبات أو السابقة منذ 50s 60s 70s 80s إلى 90s القرن الماضي. هناك عدد
يعني ضئيل أو محصور مع بداية الألفية الثالثة، يعني نجد هناك أعداد هائلة من الشعراء، لكن وطبعا الفضل يرجع إلى هذه المنصات الاجتماعية التي فتحت الأبواب لكل الأصوات التي يمكنها أن تشارك في هذه الشعراء يعني يتبعهم الغاوون، وما أجمل هذه الغواية. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة بوراك الأديبة والشاعرة، شكرا لك على كل هذه الإضاءات وعلى هذا الموروث الجميل الذي أغنى الخزانة المغربية والعربية. شكرا جزيلا شكرا لكم أيضا على الرحب. وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، دشنت وكالة بيت مال القدس الشريف بمقرها بالرباط معرضا تشكيليا بعنوان الشعر بألوان القدس، تقاسيم الشعراء بريش الفنانين التشكيليين، وذلك بشراكة مع النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين ومؤسسة بيت الشعر. ريبورتاج هشام السني والمتابعة لبشرى رائف. شذرات شعرية ترافق أكثر من 30 لوحة، لكل لوحة حكاية، يكفي أن تتأملها وتربط بين عناصرها لتكتشف أنها حكاية وطن فلسطين بقدسها، الحاضرة في قلوب هؤلاء الفنانين المغاربة الذين تفاعلوا مع مبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف وهي تخلد يوبيلها الفضي. وكالة بيت مال القدس الشريف تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة تستمر في برنامج دعم المقدسيين من خلال المظاهر المختلفة، من خلال النخب المغربية المختلفة. وفي هذا الشهر إن شاء الله، شهر رمضان الفضيل، ستطلق الوكالة حزمة من مشاريع المساعدة الاجتماعية يوم الخميس المقبل، كما تعلن إن شاء الله عن برنامج التشريط الثقافي لبيت المقدس. الإبداعية جميلة وفيها من الاجتهاد الكثير للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان وهذا ليس بالجديد على المثقف المغربي والفنان المغربي. إلى جانب هذه اللوحات تم الكشف عن طابع بريدي لفلسطين يختزل بشكل رمزي تضامن المغرب ولجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعمه المتواصل للفلسطينيين عامة والمقدسيين بشكل خاص. ما تعلمون رمزية الطابع البريدي ككونه رمزا من رموز السيادة وأيضا سفيرا يتجول العالم بدون تأشيرة، فالطابع البريدي يحمل صورة قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وفي خلفية الطابع العلم الفلسطيني الذي يظهر للتأكيد بأن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. الشعر بألوان القدس هو عنوان هذا المعرض الذي يجمع بين تقاسيم الشعر ورياش الرسامين، والذي سيظل مفتوحا في وجه العموم طيلة شهر رمضان. واليوم العالمي للشعر هو كذلك اليوم العالمي للأم، الأم التي لا تسعف الكلمات في وصف جمالها وحنوها، تغنى بها الشعراء كما الأدباء والخطباء فما وفوها حقها. وبعض من هذه الأبيات على سبيل المثال للحصر ما نظم الشاعر حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها: بعد 15 شهرا من الاشتغال تم اليوم افتتاح جسر شارع محمد السادس أمام حركة المرور من أجل السماح بتدفق حركة السير نحو أكبر قطب مالي بالدار البيضاء. لإعادة مشاهدة هذه النشرة أو الاطلاع على الأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا على الأنترنت أو تصفح منصاتنا على مواقع التواصل. في الختام لكم تحية طاقم نشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير، في أمان الله.